روح مكانك. والله صح حافظ الطريق. انا والله يعطيكم العافيه وكل الحب لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم فضل الابهام من قطاع غزه ومربي حيوانات وزواحف، وان شاء الله اليوم احنا في مزرعه ابو ياسر زوارب، راح نصور توزين العجول ونفرجيكم شو راح يصير ان شاء الله في توزين العجول. فلايك وشير للفيديو، مش ضايل للعيد كتير. تحياتنا للجميع، اكشنات عجول على قناه فضل الابهام يعني ما فيش زيها، واتمنى من حضراتكم تنشروا القناه ولايك وشير للفيديوهات اللي بعملها. وبسم الله خلينا نبدا في تطليع العجول وتوزينها. طبعا هيئات الحوش بشكل عام زي ما حضراتكم شايفين، ونبدا ان شاء الله حنطلع من العجول ونوزنهم من هذول. عطوا هبالك بغف فيه بهبدا طبعا. بسم الله يا اخوان، نبدا نطلع في اول عجل. روح امعى يلا روح يلا على المزيع. سيبه سيبه الحال وبيجري. يلا على المزيع، اجري اجري اجري. يلا روح سكر سكر. هاي منين سكر على الباب، سكر الباب بلد عليه. يلا روح يلا روح على الميزان، يلا لحالك روح. مش صح حافظ الطريق. يلا روح على الميزان، يلا يلا اجري. هاي العجل الرابع، هذا شكله مجنون. وين رايح وين رايح؟ يلا روح على الميزان روح. هاي هاي العجل الخامس. راح راح هاي خمس عجول طلعناهم نوزنهم. يلا روح وحش وحش. هاي كلهم على الميزان يا معلم. فكات فكات. بسم الله، هاي أول واحد. 500 يلا هاي هاي كمان عجل تاني. قد رقم 61 74. بقول هذا 339 قديش؟ 61 28. يلا افتح محمود 492. افتح هات رقمك.
يلا افتح افتح 65 قد ايه 60 قد 25 50 خلص هذا ابو نمره حمرا هاي الورق كله طبعا هيك يا جماعه وزناهم الخمسه والامور تحت السيطره والحمد لله كانوا هديات ولا عمل طوش ولا شيء الحين نرجعهم على الحوش تبعهم اوزانهم متوسطة 545 560 زي هيك اوزانهم افتح يلا روح روح رش رجع روحاته هاي رجعنا واحد خلاص يلا روح مكانك وزحلك يلا ارجع 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 داو هاي وزن واحد كش عليه كشو كش ولا كروه نشوف العجل قديش مبدل ولا لا هذا ما يشوفوه مبدل ولا مش مبدل ما شاء الله تبارك الله اليوم يعني التصوير حافل يلا مرقوه مرقوه ارفع راس ارفع اخبر ستاي هاي هاي لك شد لك هذا من هنا شد من هنا شد شد هذا شد هذا كمان هواية شد كان حاطته في الزناقة وريحت راسه وحش شوف شوف امسك الحبل انت واقف صنم لا مبدل هذا مبدل